الصحفي الأستاذ عصام بوصيلة، كان ليك آرائك الصريحة في العديد من المطربين والمطربات. رأيك إيه في الفنانة فايزة أحمد وفي دورها في عالم الغناء في مصر؟ شوفي فايزة أحمد من ساعة ما ماتت والغنوة المصرية بدأت تنهار، مش لأن فايزة أحمد كانت أحسن الأصوات ولا بتأدي أحسن أو أفضل من أي حد، إنما فايزة كانت دؤوبة وكانت مكافحة جداً وكانت بتحب فنها جدا وكانت بتحارب علشان تغني وكانت بتعمل بروفات، كانت بتعمل مشاكل علشان الغنوة بتاعتها تطلع كويسة. وبالتالي فايزة أحمد لو ما كانتش في حالة عصبية كانت هتبقى من أعظم المطربين اللي في الشرق الأوسط، يعني كانت هتجاري كبار كبار المطربات اللي موجودين في العالم العربي. نسيتك بتقول حالة عصبية، يعني تفسر يعني لنا. هي كانت عصبية شوية، بتتنرفز بسرعة، يمكن ده من حرصها على جودة العمل يعني. شديدة الحرص على فنها من ساعة ما ماتت، ومحدش بيعمل كده، محدش بيعمل الحكاية دي، فكانوا بيتعاملوا مع الباقيين زي ما كانوا بيتعاملوا مع فايزة أحمد. فايزة من الأصوات اللي شالت الغنوة المصرية في فترة من الزمن، يعني بعد أو في كان معاها عبد الوهاب وكان معاها محمد فوزي وكان معاها هدى سلطان. هدى سلطان من أحلى الأصوات المصرية في مصر يعني، وكان معاها عبد الحليم حافظ وكان في شادية وكان في نجاة، كان في صوت ممتاز جدا كمان اسمها مديحة عبد العليم، كانت من الأصوات الممتازة. إذا كان لفايزة أحمد دون أن تدري الفضل في تكوين أو في وضع ساحة الغناء في مصر في مستوى معين. طبيعي، ومن ساعتها انهارت الغنوة المصرية. لو وصفت طبيعة صوتها تقولي عليه إيه؟ صوتها مميز، مميز الطرب، عن أي صوت آخر. هل هو صوت الطروب ولا الصوت الجميل ولا الصوت؟ الاتنين، بيطرب وصوت جميل. وعارفة الجملة الموسيقية، في مطربات بيطلعوا على المسرح مش في خلاف بينهم وبين الفرقة الموسيقية، تمام. يعني دي لو أي كمانجة نشزت يحصل لها مشكلة، لو الطبلة نشزت تستنكر ده وممكن تتلخبط ما تعرفش تغني. فهي واعية بالموسيقى وتفهم في الموسيقى. أنا سمعت إنها كانت بتستحدث أو بتضيف بعض الألحان وهي على خشبة المسرح بتفاجئ لا، هو مفيش مطرب بيستحدث أعتقد كده، هو يمكن مواويل أو حاجة. المطرب بيتصرف، يعني هي بتقدر تتصرف، مش ما هو اسمها إحساس، بتحس باللحن وبتقوله. ممكن نرجع لها الفضل في شهرة بعض العاملين معها في نفس الحقل في من المؤلفين الألحان، في الألحان التلحين. أعتقد إنه محمد سلطان هي لها الفضل الأول في إنه اتعرف كملحن يعني، أو عمل بصمة في عالم الغناء بفضل فايزة أحمد في الشك يعني. لأن الملحن عاوز إيه؟ الملحن الجيد محتاج لفاترينة يقدم فيها لحن الجميل. لحن جميل يعني. الأستاذ محمد عبد الوهاب في زيه في هذا العصر في خلال 100 سنة اللي فاتت، ما فيش زي الأستاذ عبد الوهاب. يعني عبد الوهاب بيقول لك إنه اكتشف فيها حاجة، أحسن مطربة في العالم العربي كله من ساعة ما اتوجد الغناء لغاية النهاردة تنطق لفظ الحاء. هو قال كده بعد وفاتها ولا وهي موجودة؟ لا، وهي موجودة وبعد طبعا. وفاتها وما زال رأيه طبعا قائم يعني. أسعدها جدا هذا طبعا، الإطراء من ولذلك هو دايما ألحانه إيه؟
معاها في كلمة يا حبيبي، أحسن واحدة تقول كلمة يا حبيبي لأنه فيها لفظ الحب، ست الحبايب يا حبيبة، ست الحبايب يا حبيبة.